بسم الله الرحمن الرحيم. هنعرف دلوقتي عملية إدماج مجموعة من الصور في بعضها بحيث يخرج لنا منها ناتج عبارة عن صورة مركبة زي الصورة اللي قدامنا دلوقتي. هنتعرف مع بعض إزاي اتعملت. هنفتح ساحة عمل جديدة، طبعا هنروح على فايل ونضغط عليها ونعمل نيو ونحط الأبعاد بتاعت الصورة اللي احنا عاوزينها. هنبدأ ناخد الصور اللي احنا عاوزينها. هناخد الصورة دي كمثال كأول صورة، نضغط على كنترول A علشان نعلمها كلها وكنترول C علشان ننسخها، ونروح مرة تانية على ساحة العمل أو مسرح العمل ونضغط كنترول V. ظهرت قدامنا الصورة، هنضغط على كنترول T علشان نفردها بمساحة مسرح العمل. بالصورة دي ونضغط انتر من لوحة المفاتيح او علامة صح اللي قدامنا. بعد كده صورة البنت اللي قدامنا جاية في نص الصورة، احنا عاوزين نحولها لمنطقة تانية علشان نوسع لصورة واحدة بنت تانية. هنعمل ايه؟ عفوا، هنروح على هذه الأداة. طبعا الأداة اللي بتكون ظاهرة اول ما نفتح البرنامج اللي هي السبوت هيرينج براش تول، دي رقم 4 في هذه القائمة، بنختارها طبعا وبنروح على صورة البنت ونعلم حواليها ميزات 6، نعلم حواليها بالطريقة دي، وبعدين نزحها ناحية اليمين شوية. طبعا احنا كده مش بناخد كوبي من الصورة، لا، ده البنت كلها فعلا هتختفي من مكانها مع وجود الباك جراوند سليمة وهي اللي اتنقلت. هنشوف البرنامج هيتعامل معاها ازاي. دلوقتي هو بيعمل تحليل للصورة analyzing، وبعدين هيعمل removing، إعادة تحريك للبنت اللي قدامنا. هينهي المسألة وهنشوف الناتج بتاعها هيكون عامل ازاي. طبعا نضغط كليك عليه علشان نخفي التحديد، الباك جراوند زي ما هي والبنت اتنقلت بالفعل لمكان تاني. هنروح لصورة البنت التانية ونروح على هذه الأداة، نضغط الأول كنترول زائد علامة زائد علشان نكبر الصورة، ونروح على هذه الأداة ونعلم حوالين البنت. بالصورة دي وكنترول سي علشان ننسخ اللي جوه التحديد، ونروح هنا ونعمل كنترول في. ظهرت قدامنا البنت التانية، هنعمل كنترول تي
علشان نحدد حجمها ونضغط على صح او انتر من لوحة المفاتيح، لكن نكبر حجمها شوية. طبعا احنا شايفين ان لون المية هنا بيختلف عن لون المية هنا، علشان كده لازم هنستخدم اداة الاريزر او الممحى او الممحاة الاستيكة، يعني زي عندنا ما بنقول بالمصري. فطبعا علشان نشيل المية اللي حوالين البنت اللي باللون المختلف، هتاخد وقت شوية، ولذلك هنوقف التسجيل لحد ما نخلص عملية مسح المية اللي حوالي. بعد ما حددنا الأماكن الزيادة وشلناها من البنت التانية، هنعمل حاجة تانية، إن احنا هنجيب صورة كمان. الصورة دي هنضغط عليها كنترول L عشان نحددها، كنترول C علشان ننسخها، ونروح على الصورة ونقول لها كنترول V. طبعا الصورة زي ما احنا شايفين حجمها صغير، هنضغط كنترول T علشان نحددها ونعمل لها فليب، يعني نحولها نشقلبها. نسحبها ونغطي بيها الصورة بالكامل. اوكي. طبعا زي ما احنا شايفين هنا الصورة بقت عاملة ازاي، البنتين اختفوا والمية اختفت. علشان نتغلب على المسألة دي، هنروح لللاير بتاعت الصورة الاخيرة وننزلها تحتهم. تمام. طيب احنا مش عايزين الصور دايما اللي هي اللي فوق، الطبقات اللي فوق هي اللي بتظهر، هنرجعها مكانها ونعمل حاجة تانية. هنيجي على الاوباسيتي هنا ونضغط كليك شمال ونفضل ننزل في الاوباسيتي بتاعتها. ننزل كمان، فهنا طبعا الصورة بقت مركبة، صورة البنت الاولانية وهي في البحر، صورة البنت التانية وهي في البحر، والصورة اللي احنا نزلناها البلاج بالرملة البيضة والبيت اللي هناك وكل حاجة موجودة فيها. هنعمل لاير جديدة بصورة تانية اللي هي صورة طائر البطريق. كنترول A كنترول C، ونروح على صورتنا ونقول كنترول V. زي ما احنا شايفين الاوباسيتي بتاعتها هننزلها كمان، بقى باين ايه كل اللي احنا عملناه، طائر البطريق، البنتين، الصورة الاساسية والبيت. هنا هنغير ونشوف التأثيرات اللي بتحصل على الصورة. طبعا شايفين التأثيرات اللي بتحصل على الصورة لغاية ما يجي المنظر اللي احنا
عاوزينه ونحدده بالظبط كده ونختاره للصورة. هل الصورة دي شكلها مرضي بالنسبة لنا؟ طبعا هنا لاينر لايت. نشوف اللي بعدها، في صورة بتتغلب على صورة مع كل اختيار. هارد لايت، كل واحدة بتتغلب على التانية. نشوف احنا عايزين اي واحدة ونحددها. انا بتهيالي ان الصورة دي كويسة. هنروح على الليفل، نحاول نغير في نسبة الإضاءة اللي في الصورة. بتهيألي إن الشكل ده مرضي. طبعا كل واحد وراحته. كده الشكل ده مرضي. دي صورتنا الأساسية ودي صورتنا اللي احنا عملناها، كل واحدة مختلفة عن التانية. ولو عايزين نوحد الصورة دي كلها في صورة واحدة، بنروح على layer ونقول له flatten image، يعني صورة مسطحة. طبعا خللنا الصورة بتاعتنا صورة واحدة، دمج كل اللايرات بتاعتنا في لاير واحد وبقت هي الصورة. نروح على فايل وسيف از، نختار الجي بي اي جي ونقول له مثلا جي جي، لا في عندنا جي جي قبل كده، اتش اتش على الديسكتوب زي ما احنا شايفين، ونقول له سيف اوكي. هو خزنها لنا كده. نسينا نعمل حاجة تانية اللي هو التوقيع. هنعمل هنا لاير تانية و نكتب اي اسم احنا عاوزينه. مثلا هنا نعمل كابس لوك حرف الاي، ابو مسافة، كابس لوك مسافة، أبو آية، ونقول له هنا أوكي. ونروح نجيب الاسم، عامله باللون الأبيض، وهنا كنترول تي، ونحدد مساحته. ونقول له أوكي. نعمل له الفانكشنز او الافكتس بتاعته او المؤثرات، دروب شادو. ماشي. ابو آية نعمل له كونتور عشان نخليه بارز، ونعمل له استروك هنا بلون يناسب لون البحر، او نخليه زي ما هو. انا كنت عاوز اعمله لون ازرق، مش مشكلة. ساتن اللي هو
زي ما احنا شايفين كده عمل له ايه اللون الفضي ده، و inner shadow طبعا بصورة برونزية، وبيتهيألي ان احنا كده استوفينا والصورة شبه اكتملت. وبكده نكون عرفنا ازاي نعمل صورة، هنقول له سيف المرة دي بعد التجديدات اللي احنا عملناها. اتش اتش ايوه جي بي اي جي او جي بي اي جي جي اوكي، بيقول لك ان في صورة بالاسم دوت، ايوه هنخزنها مكانها. ونروح على الديسكتوب ونقول له افتح الصورة دي، دي الصورة اللي احنا عملناها. واتمنى ان الدرس تكونوا فهمتوه والشرح يكون شرح ميسر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.